خوتي السلام عليكم. كما العادة راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوزي. واسمع اولاد الجريمة ابنات الجريمة اللي ما مابونيش مع خوكم بوزي تخلي تابونا بلا ما تنساو التغميسات غمسو 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 كوايما نتا الزوينة القبيح حنا ما عندناش مشكل باش تجي معانا هاتلكو راسكم للفراجة خوكم بوزي ها هو جا. بعدا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا مول 3000 درهم راه سمح له رئيس المحكمة سمح للأستاذ زيد العفاعلي قاموا السبعين ألف اللي قال له صافي باش علاش قادين راه راسي طلع داو يأيدني وانا عط الله يوالي قد ما مشى الكلب بالحفا. خوتي اللي مريض دعيو معاه الله يجعل ربي يشافيه واللي في الحبس الله يجعل ربي يفاجئها ليها. خوتي علاش راكم عارفين راه كلشي كيمرض كلشي كي ولكني الدعوات ديالكم كيستجبهم من الله سبحانه وتعالى باش اللي مريض يشافيه من الله سبحانه وتعالى. نبدا القصة ديالنا خوتي جمجمتو لنا الحوتي نعاودو لكم عليه خويا وعزيز عليا تحياتي الناس ديال السوداء والناس الزواغا والناس ديال لابيطا وديال فاس جديد مولاي عبد الله بن دباب بن زاكور كلشي احلى ديديكاس ليهم فاسا كامل والمغاربه كامل داخل الوطن او خارج الوطن باش ما يبقاش بلاد من الحال يقول لك هذا بلا ما نساو المهمه الصابره ديما مسكينه اللي كدعي معايا ديما كتقول لهم الله يرضي عليه وليدي مسكين كدعي معايا وليدي عزيز مسكينه كتكتب سيا لكم الميتير تقول لكم وليدي عزيز اثر الله فيه الله يسرها الله يطول لها عمرها ولو امين اللي عنده شي مهم صلي طول الله عمرها ويسترها. خوتي بداو القصه ديالنا كيفاش غنتعرف انا وهاد الراجل وكي غنديرو نتلاقا وكيدوزنا بغيتو تفهمو القصه ديالي لواحد الانسان اللي هو رجل ود الخير القلب الكبير داكشي اللي كيديرو براسو بعراسو ماشي سوقنا حنا بنادم كنعرفوه ود الخير كنعرفوه القلب الكبير كنعرفوه مزيان نمسو كيفاش اخوتي ما عليناش كي غندير تعرف انا وياه في وسط السجن حيت باش لا كنقول لكم معرفة الرجال راه كنوز قلب الحبس راه هاد المدة السجن اللي دوزت انايا 17 عام و 5 شهور بالحبس راه عرفت فيا بزاف اللي ما كنتش نعرفش كي ما ضربتش الحبس ما غنعرفش بحال هاد الرجال هاد وما نعرفش بحال شحال من واحد عام ثاني غير كيدار فهمتو كيفاش بحال هاد الرجال هادو قلالين علاش انا ملي كنجي نعاود شي فيديو كنقول لكم هذا راجل اللي عمره سلعة وكذا وكذا باش ماشي خوف ولا هادي حيت هو راجل فهمتو كيف حيت انا اللي عاشرتو وعرفتو راسو وشت بعيني الرجولة واللي ضاربين معاه الحبس كلهم كيعرفوه راجل ولاد حومتو كيعرفوه راجل شفتو كيفاش اخوتي هاد الانسان تعرفنا في وسط كما كنقولو في وسط السجن لقيتو هو في السبعة ديال كارتي عرب شاف شامبري في السبعة ديال كارتي عرب شاف شامبري شتي باش وقف في السبعة ديال كارتي عرب فيها غير بطاين فيها غير مكارم فيها غير الوسخ كيقلب على الوسخ هو كلوسخ كلو معصرة باش عندك تشوفو قصاور يحقرها ولا بنفسها وما كيتصرطش عظم مشلقم شي ما كيتصرطش للبشرية انا اللي حضرت عليه شحال كومبا ديالو كيدير كومبات وفي وسط الحبس كومبات تقول ديال السيفي كومبات السيفي اعطيني زي كيتحماو فيه جوج ثلاثة هو الدفاشة با والصيقلة الا كيحرس بنادم باش يعجبك مسمار والموظفة موظفة اصلا كاملين كيعرفوه مفيش تعدى مفيش تشكات مفيش تحسريب القمر قمار الكرام تاع هو بلي
بسم الله بعدا راكم كتعرفوا اخوكم بوزي حمد الركبي مبلي كان دك وما كان كمي ياكم عارف المور في الطير لابد قهوة بناء المسكرة الميخ ديالو ما عليناش تكون بلاي بالبراخة كنت انا بلاي بخوص انا شحال نخطر غير انا وياه تنقمرو وبا المقلص الله يرحمه ويوسع عليه هي بثلاثة بينا كندخلو عندو البيت كنقصو نقمرو كيخرج بنادم من الكورت قاعد قاعد لي كور لامو ما كيبقى بنادم في البيت شكون كيبقى قلب الشامبري غير اللي فيه النوبه اللي كيسيقوا البيت جوج كيكونوا كيسيقوا النوبه وشي واحد كيتحسر في لو بلانطو ديالو كيكذا هو اللي كيبقى لو كندخلو حنا قنيب ديالو صمور الخير التلفزيون عنده الناس شو كنت الحبس الرولو كنت عامر غير بالمزافي لا تفرغوا لي وكلشي في داك الشيء في السر ضرب لي ودش من هنا من هنا علاش داير بحال البيت بحال البريتش الحبس شحال هذا ماشي هو دابا الحبس شحال هذا بلا كيكون صاير في قلب الشامبري كيعيش يقد البيت يدير التصويرات ديالو ومزيدكم راه مولا وليدات عنده وليدات والله يخليهم له واش فهمتوا كندخلو للقنيس كيدوزو كندوزو له واتش ثلاثة بينا وكنجلس على البراخة عدمو تا هو باش كون كيعجبني تعدمو ديرو ضربو في كل شيء ديرو الكارو ديرو الفلوس ديرو السلعة ديرو الحشيش اللي عندو شي حشيش شي 50 غرام ولا شي 70 غرام مخبعة كيضرب معاك بيها ملي كتسالالو الفلوس كيتسالالو داكشي كيقولك نوضو بالصحة والراحة بركة انا ما بقاليش انا ما بقاليش صافي خسرت ما بقاليش ماشي بحال واحد اخر دخلتي عندو البيت تقمر ثلاثه بيكم ديتي له الفلوس ديتي له الحشيش ديتي له السلعه ديتي له الكارو يقول لك ضرب معايا بهادي بهادي ولا اجيني ولا هذا ما عندوش داكشي عندو معاه وباش يعجبك ترافيكور ترافيكور الحشيش ديما تلقاه عنده شكون كيجيبها الله اعلم ما كيورخش هذاك ولي داير بحال داك الحنش بوسكه هضر معايا بحال الحنش بوسكه ما يقولكش شكون اللي كيجيب لي ولا شكون اللي كيخبع عليه ولا علاش حيت هو مو مسامر مسامر القدامي كيهضروش بحال هاد الهضره ماشي بحال تسريك تلوي في لا دخل بلا ما غير بعض الحشيش كيدير به الشو خصو يصور بيا هضر على الاخر يقول له انا جبت انا ني شكون عنده 200 غرام 300 غرام في البيت كايبيع ويبيع هذا وهذا والفانتساك والسفانتساك والخير وين ما عليناش واحد الناس وقالوا مشكلة تمنايا مع واحد الدريلي في الخمسة هو في السبعة والاخر في الخمسة الدريلي فيه شوية ديال التوت البسالة باسل انا كنت عاودت لكم عليه هنايا كنت عاودت لكم عليه بلا ما نسمي راه كنطيروا له يدين تا هو كيقمر كنلعبوا بثلاثة بينا وجا واحد الدريلي تا هو كيبرخ معانا كيقمر معانا وجا هاد شويه باسل ولا فيه شويه ديال البسالة مع الكويه سكيت الشعير كيكحل عيني راه ما راه دابا طارت له يدي تما داخل على الكريه دخل حتى ضرب دوز له ودوز غايبس قال له هضر الدريه قال له علاش دخلتي شنو خصك قال له انا خير رشيد غنقص القمر قال له ما كيقمروش معايا بحال ثلاث شي بحالات قال له انا برزقي هذا ما ما عطا استراكه قال له قلت لك ما تدخلش لعندي حتى للبيت ما عجباتك قال نحن يا راك ما عارف نفرقوا ودادات سوا مي كراب معكس قال لي عندك بوز قال بال ما جلس كعيط له حبيبي قال له غير عندك حبيبي سانسا انا راه باسل فايت لك القهوه قالوا شي قالب هو وياه وحنا ما عارفينش قال له تخرج كان خسر معنا تخرج ولا ندير لك وندير لك وندير لك وندير لك الاخر بقى كيدير فيه غير هكا ما قد لا يهضر ولا تصدم كيفاش هذا وشو شري بيناتهم ما جايكم زرينا على اخو بلا وصافي وجا الله ما خرج بيها على سكون خرج بقى كيغرني قال لك اخوتي جمع هذا زاد دفاش تمخال انا من الشوخ زدك دفاش تمخال قلت لاخر قلت عندك عندك يشري يشري دخل الخمسة ودا علي الكريزة ودا بالخمسة الله سندير لامك وندير لكم ندير لكم الدايرة ودير فيها كيتسمى جاي شاف كارتي مالك قال له دير مو حنايا
في البيس كنقمرو ودخل لعندي يلا راه يدخل لعندي هكا مباشره بقيت كنشوف كنت اللي حبيبي بون جلس مركع مع داك العفاره حبيبي رجع هذاك العفاره مسكين تا لهنايا وداك بون جلس عاوتاني ملي كيلبس شفتو ملي كيتسمع على المحكمه بون جلس غير مود ديال الضحك اخوت كيلبس جلابة بيضة سروال قندريسة بيضة طربوش وطني الله يلا بالله طربوش وطني كيدير الصلاية في يدي قيس التسبيح وكيتسطر على المحكمة تحلف عليها هذيك إلى حج 20 مرة بجوج من شكل واحد والرؤساء عارفين بان ما كنجلس طايبين معاه إيوا كيدير ديك الخبرة قالي علاش ما عرفتش أنا حبيبي قلت له حبيبي نشري هذاك شام كارتي قال لي حاضرين على الفيلم قال له ابو الحياه انت ما سالش حبيبي قال له لا حبيبي اخر انا زرينا جاب الرجال زرو الدريوريه تقلنا الشامبر قلت له صافي دابا رجع الله صاحبي كان خليتي يلعب معانا مالك سوا برزقو قال لي اسمع نقول لك قال لي انت ما عندك ما صار قال لي هذاك راه باسل تصوري قال لي عطيت لامك تلف الزليلي قال لي غير على القمر قلت له كيفاش نعطيه قلت له راه هو كيلعب كيلعب خصيم كنعرف خصك قال لي ما خصيم ما والو ولي عبد الله سيروا الفلا الفلا عاد لي عاودي دابا الفيلم اللي وقع له هو وياه رواه قال لي كنا في السلامه خايب بوزي في السفلي في الربعه قال كنقمرو كنت كنعس قال هو كنكيلعس تما في السلام كنقمرو قال لي كنت كنكبت الميسر كنعرف انا راني عارف عارف ملي كيكبت الميسر ملي كيقطع الثالث قطع الثالثه خايب بوزي قال لي خسر طلع عطاني شي عويطة عطا شي عويطة الأولى ولا عاوتاني ولا حتى العويطة الثانية الثالثة الدري قال لي هات حضر بوك تقرا وهزهم المهم قال لي تشلقت عليك قلت له حط لرزق وبقى قال لي بقيت على مو قال لي بالدباب زداب دراد كنت من داخل الساعة كنليري وكنشيبو بديك الباسلي قال لي سبب لي في قتلة دخلوه البوست راك ما عارفين قال لي مين طوني خايب بوزي ما حتى هو ميكرو ما كيتصلش سقالي كما كنتش بخاش عليهم معاهم بالسبان ماكش قال لي مالك وزك الفلاقة خاي عادي قال لي هادشي علاش كتحقد على امو قال لي بس كنسب داك الهيري وشيبو ولا الدايرة ولا الفعلة ميلط ايضا قال لي كنضرب راسي مع الايت هو ميكرو قال لي حتى 10 ضربات ولا قال لي شي 12 ضربة قال لي كتحقد على امو قال لي شي كم كنشهر قال لي انت خايب بوزي قلت لي عندك قلت له خليك تدبر عليا هات في النيل سقوت عليا عاوتاني في ليلو فهي ماليلوها انا هاك نقمرو نخسر ولا نربحو نسقو غادي نحشيش في ديك الدفاش نغسلتيه من اللور طاحت في النا ورانا شكون حبيبي وبوزي وداك خونا الاخر انت في النيل انت ما عندك غرض انت ديما جنايات قلت له ايوا حنا نضربو باية ما قاتلين ما والو زيدو ماشي 5 ولا 6 ولا 4 الفاني قال لي لا راه تصوري قال لي انا تنضرب امك تعال منو المهم لعبنا ما والو كندير طرق طرق كنولي نخرج مشيت لعند دور الخمسه لعندك صاحبنا كصاحبي نتايا وقعك مع المشكل ها فين وافين ودابا دخل لعندو البيت تقمر معاه واش انت مريض قلت له ولا بغيت تدبر علينا قال لي كيفاش بغيت ندبر قلت له ما قلتش لك عندك وحشك داك الدفاش في جلبك وفي النيك قال لي ما عندهم قلت له صاحبي شحال فيكم ديال 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 التصاره والعياقه قلت له ملي قلت لك عندك هربتي للبيت وقلت يعني شامبراي ولي سي دابا كتهضر على الهضره اصاحبي بنادم قلت له شافني شافك قال لي معاك كتغوت البوز قلت له كنتعاود غير انا وهذا على داك المشكل اللي وقع كتعاود انا وياه هذيك الطرق الساعه راه كنعس في الساعه المهم انا كندخل حتى انا معاهم انا لفان حتى انا تعلم المكاريب قدامين كنبقاو لفان في الكار المهم برد هو في التالي شكون اللي كيتسمى جاي لعندو؟ تسمى جاي عندو واحد المرحوم الله يرحمو ويسهل عليه اللي طيح عليه في بن حسن بوش طيب كيتملغ مع هذا كيتملغ ديما بواحد العصير قالو مال امك هذاك مال امك هذاك القرد ها الله يرحمه با حسن كيطوق غير كيضحك قالو مالك قالو واخا مع المشكل ما تخدمش قالو داكشي اللي قلت له ما يدخلش لعندي ما تعجب با حسن مسكين يا عم راس لعندك حسن بوش كنشي لعيبه كيراجل قالو صافي دابا راكم في الحبس شي غيبقى حقنا على هادشي ما كاينش الله يسامح تصالحوا بيناتكم وبقى زر راه الا عندك وداتها لعند صاحبنا الخمس قال له اجي هذاك جا قال له مالك مع هذا معليش عاد قال له راني عارف كلشي انا ابا تصالح عن قوبه اجي فتح فتح عليه مخرج راك شاف كارتي قال له وانا ما حسبتش مني
وبعدا كتحشم تشم منو كتخاف منو يا حسن سكيران قال لي على دخلنا غير بخيطه بيا تشكوى على عاجي انت صالح وداك العصي تما جا فكرت جا با حسن اجي اجي الطوبيه وضحك دور ناضح ما عليناش كاين انا ويا ديك الساعه ولا في السوا في السبعه خدام البراخه كدا ولينا كنخرج عاوتاني باب الثمانيه باب الثمانيه براخه هو ديما كتخطا ارسم ما عرف سوا قرد قرد باللي كات ميكرو باش مع الموظفه شي الحشيش والله ما كتخطاه وكنت كتخطا الحبس كامل اخوت كتخطا الحبس كامل اباطيره البزنازه الفري اللي كيبيع الكواله في السيفيل كتخطاهم هو ما كتخطاهش فين كيكونوا خباها ما نعرف كي كيدير الخلعه ما نعرف القزدومه ما كتلاحلوش باش نقول لك كتلاحلو القزاد مولا هذا انا براسي سولت قلت له فلان قلت له ما كتلاحلك القزدومه ما كاس كذا والحشيش ديما عندك منين كتجيبها قلت له الله لما قول لي منين كتجيبها قال لي حاضيني قال لي مش شك بيا قلت له بدك الشك قال لي لا قال لي واد السؤال اللي كتسولني نتايا كتقول منين كتجيك الحشيش واش انا نقول لك منين قلت له لا قال لي اش كنقول لك انت اش كدير في الشامبر قلت له لا ما كتسولنيش قلت له هاك ما تسقسينيش ما تسولنيش قال لي كلا وكي كيعرف شنو كيدير قال لي واش جاي معاك قال لي بحال معاك قال لي واش جاي معاك في الميموك قلت له لا قال لي ما تسقسينيش هاك قلت له اسمح لي يا غايف هو حتى داك اللعبه اللي قلت له انا ملي كتجيك وهادي وهادي بحال اللي راه مصيفطك شي راس العقال تقلق عليها ولا هو مريض بالحبس شتي راه اللي كيكون ضرب الحبس بزاف راه كيتيخشى من حوايجو كنهضر معاكم والله ما كيتيخنا من حوايجو راس كيكون مريض من الحبس طايب حبس طايب مقرب مع الحبس علاش كيكون شايف شي حوايج في الحبس بحال ديك السيرفيس كيجيب يعني كان كيشق بهذا هذا كيكون عنده كيلو 10 سكيل ولا كذا ولا على بونقشة ولا على 50 غرام مسمار المهم ما عليناش انا بحال دابا طلع لي الدم داك الهضره اللي هضر معايا هو وكذا صافي صافي قلت له صافي هذه الهضره كاع نقطعوها سالينا كاع حسن انا مني الفاطه كانت مسخه مشيت لباس شخصيا انا ندخل الدريوريه انت من جاي نخلي مسكين قلبو كبير عن المغرب قال لي هاي لا خايبوز قال لي صباح الخير الصغير قال لي تقلقتي قال لي عندي هادشي قال لي نقول لك ما قلت له خايبه تقول لي ما هو غدرت عليه قال لي القريب قال لي شوف ما خي عاز قال لي هذا الكلام ماشي سؤال قال لي الحبس قال لي عمري بالشكه ما خي عاز قال لي شتي لو رخصتي البنادم العينين كشرب راه خصو حتى هو يشرب هذا يشرب منها وتولى بغا يجي لاخر لاخر قال لي غتخون ان شاء الله هضرات المصامر قال لي العين غتخور قال لي بغا نبقى نشرب انا لا الاخر لا الاخر لا الاخر قال لي واش فهمتي دابا الهضره ولا قال لي زعما راك انت كبرتي في الحبس وكنعرفوك في الحبس قال لي ماشي غير قال هذا المنتف انا وياك ولا تصاحبنا هذه قال لي عاد قلت له لا قلت له انا غير ما جاتني فيها والو ولا ما جاتني فيها خايف قال لي واه انا بينت لك عوينه وحده كيشرب منها واحد ماشي غير يشرب منها 20 اذا راه عنده طريقه كيدير الخ عنده الحمير ديالو اللي كيدخل له السلعه دخل له الجوانات 100 كتاب ولا 50 كتاب النيبرو كان يوم كيدخلو تلقى كيدخلو فريده كل غير فريده كيدخلها له شنو هي فرده هي 100 غرام ودخل له 20 كتاب مخبعو عندهم له عاوتاني لا غدا غادي مسربس مسمار هذاك هو القلب اللي حسبت انا وصرفتها قال لي ما نقول لك اخي عشان خسر قال لي انا براسي انت كتشري من عندي قلت له براسك تشري من عندي قال لي حين ما خصناش نخاف قلت له ماشي موش كيف قال لي صاحبي دخلت بقيت جالس معاه السبع عندي عندك عندي الطوبيه قال لي شنو جبت الكارطه قال لي نقمرو قلت له نقمرو لقيت حق قال لي لا راس راس حشومه قال لي صباح الخير خصي يا هذيك ما ندوز لك ميتي في غياك وباش يعجبك تجي ولاد حومته تجي ولاد حومته كيتعامل معاهم اه كيشوف شي ولد حومته بحال دابا دابز بالثوبه ولا شي بلاصه واحده اخرى وخرجوه من طون كيخرج عند رئيس المعقل كيهضر معاه راه ولد الحومه راه بيا راك باين السيرفيس اخويا علاش جبتي 1000 ريال من جيبو تاوي مدانو المهم ما كيخليش ولد حومته ياكل القتله ما كيخليش ولد حومته يتبزد لاحظت على شحال من ولد حومته كيدابز مع عبد الهادم كيصيفط له كيقول له اخاي حوتي وجه الله راه فلا راه تكلم له مالو راه مينط في البوست كرا لقيت مخرج ليش البوست لا
ساكن طلال امال شنو كان دخلنا عنده مال شنو كان بين له الاخر الفيلم شنو فيه كيقول له كون هان كان دباس خفيف راكم عارفين بالدبابز عندي عندك على قوات اما انا كنخسر بلا ما عنده ما يدير حيت شي واحد اللي كيخسر شي واحد في الحبس لابد من الكاشو شنو الكاشو هو سيلون بوحدو كيديرو في سيلون بوحدو داك السيلون يعطيو كاشا ولا جوج ولا زنزانه بوحدو اما كان غير الدباز ديال عندي عندك العافو ولا فلقه ولا كيمشي كيهضر مع الاخر مع الضحيه مع بنادم كيحشم منو حتى هو مع داك القماقم ديال الحبس الرواقنة ديال الحبس عشريانو حتى هما صحابو فهمتو كيفاش واحد المونتي راه كان هو محمد الغول ولاد الجريمه صاوبه ما نقول لكم ميكروب ما كيتفك ما والو المهم سالا داك سالينا داك داك الحبس ولينا تلاقينا فوقاش كنوليو نتلاقى فوقاش كنوليو نتلاقى حتى المونتي ديال 2017 مونتي ديال 2017 انا في 8 شهور هو جايبينو انا في 14 في 14 هو جابو على 15 قالوا لي الدراري معنا خريف اش كنخرج ديال الكره الرحوتي ما كتسمع الرحوتي صاحبي شي خوله ودع عمو ولا افلي ما هي راه شي جاب انا ها كيفاش ولا كيفاش اخاي بوزي قال لي مع فلان وفلان 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 اه شي كله قال لي معاه وخلي لي البلان اخاي بوزي اشوف دابا شنو داير مشى وقال لك كتفو حسيت صاحبي على بصح اصاحبي ارحم خانو على ما قال لي هو قال لي انا ما كنتش وشي دراري قال لك جبدوا العلم لله حيت انا ما شفتش داكشي بعيني واش كان هو ولا ما كانش ولا ما نعرف شنو اشو الناس كدير لك شكل تفرجوا في الافلام ديالو بزاف الافلام الامريكانيه بزاف وجريمه ما بقاتش ندير انا داك الجريمه شي ثلاثه ولا اربعه د الناس الدريوريا ذالي نجون شبعوا دواء شبعوا بلاكا زو واحد الطوموبيل مشاو بيها بعد فين كنتش عارف هذيك البلاصه كنبدا واحد العساس كتفوه فرقعوا الساكا بقاو كيديو في العاقة والقارة والتعابة والعالم وين ديك الساكا كرتوها ما خلاو فيها ما خلاو حمار في الكرة إلا كاين شي طحين خلاوه ولا كاين شي لا آخر أما داكشي الفسار كلو داوى تعابة القارة قرات القارة الريالات تا كلشي كرطوا حتى اللي قال قلبوا ديك الساكه بقاو كيقلبوا داكشي طيحوا ركبوا في الطواني بيلا ومشاو وما الكاميرا ما شايفينهاش شفت انا شوف اصلا انا راقب بحال الله واش الشراب ملي كتكون مقرقب وسكران ما تكونش عارف شنو كدير باش نزيد لكم هاد اللعبه هاد راه ملي كيكون فاقد الوعي راس ملي كيتلاقى الماء والضو كوقع القنبول ما علينا شغالك جابو داك الشيء هو المهم قال جلس معاهم بوك يعرفهم برلكو كاملين المهم هما راهم دايرين العملية هو ما عرف حتى لعبة انسان ما عرف والو ورانا براسي ونكو هاجيو الدريورية صحابك ضاربين ماشي تا ولاد حومته يالله شو انا كارثة وكل واحد ومنين شنو هي الملاقاة ديالهم المعرفة معرفة الكراج المعرفة الكراج هو الكراج هو الحبس كانوا ملاقين في الحبس عندنا راكم عارفين شحال في الحبس كتلاقاو الدريوين كيتعاشروا حنا بعدا مصواغة هذا من الجنانات هذا مولاي يعقوب هذا من كذا هذا من كذا كيتعاشروا على الكماية على الماكلة كنا بحال بربعة معاشرين ولا خمسة هذا كيجي عنده والديه الاخر 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 اللي جاب الله كيحطوه كاملين كياكلوا كاملين كيتكيفوا كاملين كينوضوا يداب شي واحد مع شي واحد كيلقوها كاملين هذه هي العشرة د الحبس غيبقى عندك مسخ شحال مازال لك شحال شحال عاطينك شحال واش كنبقاو نتحاولوا على المناتي فاش كنت كتعرف فلان كنعرفو ضربت فلان درت سلام كتخلط الدعوه كيولي بلا ملي كيكون خارج كيقول عندك ما تجيش لعندي عندك ما تجيش لعندي يا الله تنجي لعندك الاخر عاوتاني كيقول لا تخرج زورنا عندك
جلسوا شي جلسه بسرعه على حسابي، الاخر كيقول لي على حسابي، كل واحد خصو يفوح على على الاخر. تما كيوقع القنبول، تما كيتلاقاو المطميقات القصيده، كتوقع القصيده المقوده ما عليناش. كيجيو لعندها فينا فلان فينا فلان، المهم غادي لي العمليه فينا فلان فين بخير بخير. اطلع اطلع تا هو مسالي، ماشي غير مسالي، تعدى مسالي، مشى مخا واحد البلاكا عندي عندك من هنا لهنا 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 لهنا. قالك هو ما في خبارو تاع حاجة، ما عرفت لعبة. انا ما قال لي هو حتى انا راه ما يكذب ما والو، حيت من مكبر في الحبس هو ما غاديش ديك الكارثة. هو المهم غير الشراب ديال مو هو اللي كيلاقيه هو اللي كي اي بوز. انا صرت معاهم بسالس قال لي مشاو مشاو بحالاتهم، هو مشاو يلاه مشي معانا قلت لهم لا راك عارف اخي عزيز. شي سيمانه قال لي خاي بوز، قال لي ما على ما 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 عرفتهاش شي حاجه. هاك الساعه الصباح انا ناعس في الدار كنسمع الباب كتفرع عليا البريق دريب 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 دريب. ما هو كيبوخر على راسو كيبيع جوينات. واش لي قال؟ قال لي خاي بوز انا سحب لي هاد الجوال، سحاب لي انا راه جاي نهار الجوالات ولا لا ياش ولا لا. المهم قال فتح لهم هو مع صافي بلا كيبيع، راه مسبه كيقول شهرين ولا اربع شهور ولا كذا ولا كذا. دخلوا مور اي فرعون دخل البوط الدار عندي عندك عندي عندك، مو مشي طريف هاد الحشيش خرجوا معاه. زيد زيد شنو كاين زيد حتى تما وتعرف اشنو كندير انا راكم عارفين شديت سالت تما وتعرفها فلان حيت المخزن كامل كيعرفو هو ولد البلاد ولد الحساب ومرق معروف كاع. بس هو مش عاجبو القرض بنفسه وبراسو تا هو كيصيفط مورا العودة تفاس كيقول فوق الانتخابات كدا ولا كدا كيقول له لا خليني انا خليني غير مع الناس ديال الردم. باش يعجبوك الرجال، شوف الرجال اللي دوز دابا والحبس كي دايرين ما كيتباعوش، كيتباعو لا بمال لا بوالو، يتباع لك ما تشريش وال شي اللي مشاش معاك بخاطرو ولا ما تعطيه حتى شي حاجه راه ما يمشيش معاك. خاص تبدلو باك هي الفلوس، خاص تبدلو اللي جبتيه بقى يكون فني ما عندوش ما يمشيش معاك. علاش غتكون عندو نفسو عزيزه نفس الباص كتكون ملي كيكون بنفسو راه صعيب على واحد اخر رخيص ما ساوي ثمن بحال هاد الرجال كيكونوا غاليين غاليين وتقالين تحطو في الميزان كتقيل خصك يكون راجل. ملي كيكون الوزن دريشه خفيف كتلقاه رخيص كتلقاه شكان كتلقاه فيه بزاف الحوايج كتلقاه بنادم والو ما ساوي ثمن. هنا كنبين لكم انايا باش عرف بنادم اول هبطو على بي جي، لا بي جي زيد زيد يا ما تزيد علينا شو لا بي جي فلان وفلان وفلان كتعرفهم كنعرفهم فين تلاقيتي بيا عافين وعافين وعافين. جاو لعندي قصنا شربنا ما كذب ما والو قال قصنا شربنا بخير الله يعاون الله يعاون مشاو بحالهم وانا مشيت بحالاتي. كيفاش ما مشيتيش معاهم؟ شي اسمها ما هو هما الاخرين مازال ما مقبوضينش هي شنو لا الكاميرا هي اللي قال حتى ضربين الحبس خزنكم يعرفوا واش فلان وفلان 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 ضارب شبعان الحبس ما تعرفوش راه تعرفوا غير غير هكا كلهم التصاور ديالهم عندهم. المهم ما عليناش قلت له قال لي خاي بوزي قلت له دابا علاش؟ قال لي غنقدم على الحشيش ومازال هذا الموتيف هذا انا غنشوف شنو كاين نسالي على الحشيش ونشوف واش غيعيطولي نطلع على هاد المونتيف ولا ما نطلعش. قلت له على الله ما تكون حتى شي حاجه. المهم انا راكم عارفين دوزت ديك اللعيبه هزوني الخنيفره مشيت الخنيفره كملت المونتيف ديالي شحال ما مشيت للحبس. انا ما مسكين كان تما في الحبس كيقول لي جا الله ما طلعتش عندي اخي بوزي طلع لي عندي وجا الله. ملي كنت كنطلع عند حمد الغول ما كنتش كنتلاقاه كنلقى انا مسكين في الحبس ولا قبل ما كعرف كتنسى بس تبقى عاقل غير على فلان وفلان 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 ما جاياش.
هاد المنسف هذا اللي دوز انا ديال 4 شهور فين كان هو؟ كان في الامال. الامال في جنايات. جنايات عليها ياش سول الدراري ليا كلشي كيقول لك والله ما نعرف اخاي بوز والله ما نعرف. سولت واحد وضعهم مسوم بزناد كان معايا في السر انا جبت السميه ديالو قالك لاباس اخاي بوز قال لي راه شي بنات باش بداو من قدامين ما قدامين عشني واشني عشني ديالك شي كاليفي ما كاليفي ما كذا وانا قد ضرب لي في دماغي طرق قلت ياك ما ديال اللي كان عاود لي عليهم وهادي 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 حيت هو ما كيديرش داك الشيء كيبوقر على راسو قبل بلا ما يغي في الحبس شو غيمشي للموتيف جنايات ما غيمشيلوش بنادم مشي غير مع الساهله ولا الكبير عنده ثلاثه ديال الاولاد ولا اربعه غير شي صرا لا كيبوقر على راسو كيخدم على راسو عندي عندك كيخدم كيصور طريف الخبز يدخله ما عليناش قال لي كيفاش 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 طب صرا شي 4 ايام سقط الخبر بكريفي انا عطاو قال 6 سنين 6 سنين ومكريفي عجبوش الحكام او فري بنادم كل كلمه ديال حتى شي حاجه عطاوك 6 راه صعيبه وجا ما دوزها لك ايه 9 سنين تبور كايز بحال 60 عام 6 سنين بحال 60 سنه المهم كريفي ملي كيضرب على الطعام شنو كريفي كي ما كياكلش بلاد من الخبز الشمول الماء والسكر والقارة جابوه للمصحة حيت لك قريب كنتي ولا المصحة جابوه للمصحة انا في السته السته كطلع على سميتو على المصحة بعد داك الدريري وضحاهم كل ليلة كيعيط له وكيبقى كيسب دابا هو باش ميكرو مع هاد الموظف كيبقى كيسبهم بالليل او ولا الدايره ولا الفعله ولا الدايره وكيبقى لي مع هاشم الملك كيبقى يصب في داك الموظف بالليل كيبقى عايط لك وضحومته وفلان 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 وانت كتشوف هما عدين عليا وهادي وفري بلا ما كان بحال دابا داير ديك الكارثه هاي دريفيش غايقول هانيه الحبس واش غادي يضربوا بنادم ماشي ما يخافش منه علاش بنادم راه كبر ضرب شحال ديال التلاتاوات ضرب العماينات شو شحال من عام عاطينو الا جيت تحسب راه ضرب تم 22 عام د الحبس باش غير يطلع ما خلى تا كارتي ما ضرب فيه تما في عين قادوس فاو مسالي الحبس كامل ما ضربش غير حي النساء اللي ما ضربهاش يا الله عرفو متى هو مشي ضرب كارتي فرانسيس ضرب كارتي عرب ضرب حي جديد ضرب توبة ضرب البيبي كان في المصحة ما خلى ما ضرب وبلا الترانسفيرات اللي كيديو لحباسات الناس لحباسات الناس هو فيها بالتخرويض وفي الممشى بحال قرقور التخرويض اللي ما خروضش ما يعيش ايوا شنو يتسنى واحد اخر تاجي وعند والديه ولا يجي عنده كدا الا تما كتعرف بنادم حباس وجدر اللي كيكون جايب روحو جايب بنفسو بنفسو كيخرج البلاد ديالو حبس واحد اخر عاد تما كتعرفو الصنديد كتعرفو كايل كتعرفو راجل كتعرفو بطل ملي كيتهز من الترانسفير كيدخل الحبس واحد اخر داك الحبس مزموط تلقى فيه المدير صعيب رئيس المعقل صعيب نائب المدير صعيب الموظفه كتلقاهم مكارم صعابين المساجن غير الخوال غير المحكوم 15 10 6 3 4 غير المكارم وكيدخل هو في وسط هاد الزبانيه وكيدير بلاصه ضرب لك سيمانه ولا 10 ايام وينوض حتى هو ويتمشغل ويبيع الجوانات ويدبر على راسو ويصور الفلوس من تما ويصيفطها للسيفي بحال هاد الناس هادو ما تأيدهمش تأيدهم ماشي غير بار دارهم بلا ما كيدير هاد الشي حدا دارهم في الحبس ها عين قادو سابور كايز لا الكار كيقبض كان شحال ديال الكار الزرق كان الكار الزرق كيغرد بيه كبا
ناس عارفوا بني ادم المحايل اللي يدوز كيدوز بين المحايل في وسط الحبس، راه بنادم ها الفلوس كاين ها الخير كاين ها الحشيش كاين ها كلشي كاين كاد دوز حبسك، كتلقى عنده التليفون كتلقى عنده الحشيش كتلقى عنده الكوش بزاف كتلقى المزابيز كتلقى كلشي كاين، ولكن لي كتسمى في الحبس الحريه ما كايناش، كيطرقوا عليك مع 12 تحلوا عليك مع جوج ونص ولا ثلاثه تطرقوا عليك مع 6 عاوتاني تهلا غدا في الصباح، ماشي بحال ماشي بحال راك في السيفي ياك ساس السيفي السيفي تخرج علاش ما بغيتي تخرج تخرج في 7 الصباح في 4 الليل في 3 في هذه فين ما بغيتي تمشي تجلس اللي تشهيتي تاكلها ياك شري الحبس المهم ما عليناش كتبقى تعاود مع هذيك صاحب مثلا براسي شحال نقدر عيط له فلان كيقول لي كي داير بخير ياك لاباس قال لي ساليتي من هذا الشيء هذه المشاكل وهذه الحبس قال لي حتى شي الحبس خا يعز ما بقى كيهضر معايا غير من البيت قلت له ما عندنا ما نديرو كتبت واحد 4 شهور ياك لاباس قلت له علاش فران قال لي شويه واش خاشي ياك شي فران دابا بهذا الوقت وشو الحبس قال لي اللي دوزنا كي كان قالوا فيه الرجال ودابا الحبس ولاو فيه غير كذا شغل كيهضر وكيبقى يسم الليل اي لا بالله كيبقى يسم كنقول له انا راه واه ما كاين شو عمل الخير قلت له راه ما كاين عندنا ما يدير راه هاد 4 شهور راه من الخير ما قال لي خرج دير عقلك اخي عزيز والله الا بلا كيهضرش هذا الهضره ديال الرجال الحلاوه ما تسمعش منه شي حاجه اللي قبيحه ولا يتصرع عليك ولا يبسل عليك ولا الناس بحال الحباس القدامي راه صعاب باش تلاقاهم وتلقى بحالو حتى انت كتشوف دابا الناس ديال الشكلاط الفرماج ما دو غير الناس غير الفرماج ديال البيم ولا كيدوزوا الحبس ده الناس دمو مو ها مو ها دانون ها 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 عصير يا رايبي لا دي كاشي مو كاشي رايبي كاشي عصير خصو صوب الطورت خصو كده يتسنى مو يخرج الزيارة بنار الثلاث ويقيد لها الاربع البول وعاد جي الجمعة ولا السبت عاد يخرج للحانة يدخل داك الشيء ورزقه هو عنده البولا هو عنده في جيبو الاخر كيسالو باكية الاخر كيسالو باكية ونص الاخر كيسالو جوج الاخر كيسالو كدا شحال هادي لا كما كيخرج للزيارة كتدخلو مي كلا سخونة هاد مو وليد شها كيعيط عليها اللوبيا العدس اللحم الدجاج هادي هادي الحوت مقلية مخضر اي لعبة طيب كيمد لك فلوس والديك فوسط الزيارة كاين القهيوة كتدخل كتشري اللي عجبك من القهوة دير لك شي كريطينة وتصمد اخر عظم به لا باقي تسنى رزقك هو عندك شكون يجيب لك رزقك وين هضر على رزقك خرجو كي خنفروك رزقك هو عندك تحت راسك سمعتوني يا خوتي قلت لكم خليت في هذا المنتف التالي اللي خرجت من دار 4 شهور بس كان خليته في المصحه في المصحه تما ما وليت سمعت عليه شي اخبار تاع هاد السيام اللي ضربت كنسمع في الراشد كيعيطوا الرحوت يا الرحوت الدري قال لي لا راه ولد خو واقيلا ولا ولد اختها ولا هادي صار صحابني هو نهضر معاه سلم عليه بخير لاباس حتى هادي ما تشاوفنا صحابني ماشي هو قلت له قال لي الدري ولي راه بخير في السيفي قلت له الحمد لله شحال هادي ما شفنا مور عاد دابا نطلعوا نشوفوا ان شاء الله باذن الله وهذه هي القصه ديال خوكم الرحوتي حتى هو راجل بطل لا عمرها سلعه خويا وعزيز عليا انا كنقول لكم الا بغيتوا شي راجل بحال هاد الرجال اللي كنعرض لكم عليهم كتبوا الكومونتات الزويونين وجمجموا سمعوا بنات الجريمة بنات الجريمة اللي ما مابونيش مع اخوكم بوزي دخلوا تابونا وبلا ما تنساو التغيميسات 5 و5 كومنتر الزوين ولا القبيح ما عندناش المشكل يا باش تجي معاه معاه 3000 درهم راه فعلي الاستاذ زيدان قريب 7000 اللي قال له انا صيفطت له غدا ويدني انا عاد الله يواليك صبن صبن قد ما مشى الكلب بالعفه شي الكلب كيمشي بالعفه وانا عاد الله يواليك تحياتي لكم اخوتي وكما قلت لكم قبل ما نبداو الفيديو اللي مريض الله يجعل ربي شافيه واللي في الحبس الله يجعل ربي يفاجئ عليه وتحياتي لكم تحياتي للمغاربه كاملين داخل الوطن او خارج الوطن صلوا ليا فراسكم.